الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. تعب ريح نشطة هذا اليوم في العاصمة عمان مع 25 درجة مئوية، الملموسة 24 والرطوبة 57%، أما الريح تكون نشطة السرعة 34 كيلومتر بالساعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. الريح نشطة في عموم المنطقة الشمالية، إربد تسجل 27 ل 17، المفرق 28 ل 16، جرر 27 ل 16، وعجلون 25 ل 14، وبالتالي ليالي باردة نسبيا. المنطقة الوسطى أيضا تشهد رياح نشطة خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خلال ساعات الليل، يصبح الطقس بارد نسبيا. العاصمة عمان تسجل 25 ل 16، مأدبة 25 ل 14، البلقاء 28 ل 17، الزرقاء 28 ل 18، والبحر الميت 33 ل 21. المنطقة الجنوبية الكرك أيضا رياح نشطة 23 ل 13، الطفيلة 25 ل 13، الشوبك 24 ل 13، ومعان 28 إلى 15، والعقبة 35 إلى 23. المنطقة الشرقية أيضا رياح نشطة، أرويشد 35 إلى 19، الصفاوي 34 إلى 17، والأزرق 32 إلى 17. إلى اللقاء.